من لا يعرف عمي محمد الذي يمارس مهنة شحذ السكاكين بحي رصيف بقسنطينة، حيث وباقتراب عيد الأضحى تخلق طوابير طويلة أمام محله، أين يقوم بعمليات الشحذ بطرق تقليدية لم تتغير منذ اقتحامه هذا المجال قبل عشريات من الزمن. درك في عمري 85، جيت بكري أنا، كنت نخدم برجل مونيفال برجل، درك ولات موتور من الحكومة ما عرفتش إلا محل الأول، إلا درك نروح هنا ما تبقاش الحرفة هذي. بطرق تقليدية وخبرة سنوات استطاع عمي محمد أن يتحول لعلامة فارقة في هذا المجال ويكسب ثقة زبائنه من كل حدب وصوب. جبني من الخروب، من عروس، من الحمام، من ولاد الباقي، جبني كل فرد. راهم أصحاب حرفة حرفة، وراهم كيخدموا يتقنوا الخدمة تاعهم سيرتو في وقت الضحية هكذا، يعني راه معروف اللي هنا في مدينة قسنطينة والناس الكل يعني تقصدوا. والآلة هذه غير هو اللي عنده، والمستيع أختي الكريمة هذا كيخدم كيترها عنده، يروحوا يديروا به الناس، قال لك كرم الله وجهك الشعرة تاع اليد يطيرها. على هذه الناس يجيوا هنا، يجي الصغير والكبير. مهنة لم يحتكرها لنفسه، بل ورثها لأحفاده ولكل من أراد تعلمها، ليكون عمي محمد الرجل الأول في عيد الأضحى للكثير من القسنطينيين.